هنروح بقى حاجه لطيفه برضو. واحنا النهارده ايه 12 مارس حاجه لطيفه الربيع جدا. بقى قرب وسواء احنا طيبين احنا طبعا اعياد الربيع داخله واحنا في شهر مارس انقلاب الربيعي، والايام دي يمكن الدكتور السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي كان قال ان في مجموعه من الفعاليات الخاصه بالربيع بشكل عام، لكن منها بشكل خاص معرض زهور الربيع رقم 88 حديقه الاورمان النباتيه بالجيزه، وكان الافتتاح بحضور كمان عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء ونواب البرلمان وشخصيات عامه، وكمان بمشاركه اكثر من 200 عارض مصري الحقيقه في معرض الزهور. رحت معرض الزهور قبل كده؟ عمري، وكل سنه اسمع ان ناس تقول ده رائع ده حلو جدا. ايوه انا استمتع، عمري ما رحت. انا رحت السنه اللي قبل فاتت فعلا، او اشتريت والله حاجات كتير من هناك، لان انت كمان الجميل في المعرض ده ان انت ممكن تجيب انواع لا حصر لها وباسعار كمان بسيطه خالص ومش غاليه، وفي منتجات كمان زراعيه لطيفه جدا اللي بيحبها. انا جبت منه قبل كده ورد، وهو مات مني الصراحه عشان انا ما عرفتش اربيه قوي. بس اليوم يعني اللي عندي في الاسبوع الجاي الاربعاء انا هروح الاربعاء. بس الفكره موجوده. احنا معانا المهندس محمد عبد المنعم رئيس الاداره المركزيه للتشجير بوزاره الزراعه. اهلا بك يا فندم، منورنا. مبروك افتتاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فندم. المعرض فيه ايه بقى السنه دي عشان نشجع الناس تروح؟ المعرض فيه كل انواع الزهور ان شاء الله، وفي كل حاجه جميله وكل حاجه حلوه، نباتات اللي ليها ريحه كويسه والحاجات اللي بتنتظرها بقى الناس من السنه للسنه يعني. طيب عايزين شويه معلومات كده يا دكتور يا استاذ محمد كده قبل ما نروح المعرض، عشان ثقافه الشراء برضو بالنسبه للناس كتير اللي ما عندهاش فكره عن الزراعه، تشتري زرعه فتموت منها فيبطل يشتري تاني، البلكونات مليانه كراكيب مش مليانه ورد، عايزين نغير الثقافه دي. فلازم حضرتك بسرعه كده تغششنا انواع الزهور اللي ممكن تربيتها في الجو بتاعنا في مصر في البلكونات في الشبابيك، ايه اهم انواع الزهور اللي ندور عليها؟ هو في عندنا في مصر الزهور اللي دايما بتعيش وبتستمر معانا، في الفل والياسمين والورد البلدي. الورد البلدي بيعيش؟ بيعيش. انا بموته على طول يا استاذ محمد، بيموت مني معرفش ليه. حضرتك زراعيه في الجنينه بتاعت البيت يعني؟ لا عندي بلكونه ما عنديش جنينه. في الارض يعني؟ عايز ارض، مش عايز يعني حاجه صغيره كده يعني، مش عايز في الارض بيجود احسن طبعا. طب ما انا عشان كده عايز حضرتك تغششنا بالتفصيل، انا عايز حضرتك تقول لي انه ايه الزرع اللي ممكن ازرعه في الصيص في حاجه صغيره حجمها مش في حديقه؟ هو بص حضرتك، في زي ما قلت حضرتك في الفل، الياسمين، في الريحان، العطر. دي النباتات بتاعت البلكونه يعني. في الجارونيا. حلو. الجارونيا بتبقى مزهره برضك وزهرتها جميله. يعني في انواع كتيره قوي. احنا في مصر مشهورين بايه يا استاذ محمد؟ من ناحيه الزهور يعني. الزهور ايه اكتر الزهور اللي نقدر نقول دي زهور مصريه اصيله؟ اللي بنصدرها مثلا لو بنصدر يعني، او هو الورد البلدي من البلدي يعني طبعا. ده اساس يعني الورد البلدي يعني. بس طيب والمعرض فيه الفل والياسمين، ده طبعا بتاعنا بردك، الفل بتاعنا والياسمين بتاعنا، فل المجوز والفل المفرد. حلو. وكل ده هنلاقيه ان شاء الله في 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 طبعا كل معرض زهور ربيع ان شاء الله. كل انواع الزهور موجوده باذن الله، وهتلاقوا السنه دي يعني العارضين عشان المعرض ما اتعملش السنه اللي فاتت يعني عندهم شغف وعندهم كميات كبيرة جدا من المنتجات، وهنلاقي تنوع كبير جدا إن شاء الله، وهتلاقوا حاجات جميلة جدا يعني إن شاء الله. اللي هيروح المعرض هيتمتع السنة دي إن شاء الله. سؤال أخير أستاذ محمد، بميزانية قد إيه أقدر أشتري زرع؟ إحنا عايزين ننشر ثقافة الجمال شوية. بميزانية قد إيه أقدر أشتري زرع جميل ومبهج لجوه البيت والبيت؟ والله الميزانية بسيطة جدا، أنا جربت أصلا. ده قد إيه؟ هو بص حضرتك، هو في زرع بيبدا من 5 جنيه. يعني في زهور بتبدا من 5 جنيه لغايه بقى يعني ممكن 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه كده يعني. على حسب حجم الزرع، على حسب نوع الزرع وحجمها يعني. اشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد عبد المنعم رئيس الاداره المركزيه للتشجير بوزاره الزراعه، شكرا لحضرتك.